يستوي السيد حميد هزاز اللي توفي الله يرحمه ويغفر ليه، وهو من الناس اللي رفعوا الرياضه الوطنيه والكره الوطنيه، فلا بد ان نعرفوا لهاد الابطال المغاربه، نعرفوا لهم المكان ديالهم ونترحموا عليه جميعا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.